الآن نحن نعلم ما هي الزاوية، فدعونا نفكر في كيفية قياسها. وبالطبع نحن أوجدنا طريقة للتفكير في قياس الزاوية في العرضين الأخيرين، عندما قلنا انظر هذه الزاوية XYZ تبدو أكثر اتساعا من الزاوية BAC، إذن ربما قياس الزاوية XYZ يجب أن يكون أكبر من قياس الزاوية BAC، وهذه بالضبط طريقة التفكير بقياسات الزوايا. لكن ما أريد أن أفعله في هذا العرض هو إيجاد طريقة دقيقة لقياس الزاوية. ما قمت برسمه هنا شبيه بنصف الدائرة، وتبدو مشابهة لأداة يمكنك ابتياعها من متجر المدرسة المحلية وتستخدم في قياس الزوايا. إذن هذا الرسم يشبه المنقلة بعض الشيء، وما نرغب بفعله بهذه المنقلة، ويمكنك أيضا أن ترسم واحدة على الورق، هو أننا قمنا بأخذ نصف دائرة كهذا وقمنا بتقسيمها إلى 180 قسم، وكل قسم مقسم إلى 10 أجزاء. وما تفعله مع أي زاوية هو أن تضع واحدا من أضلاع الزاوية، إذن كل شعاع من الزاوية يعتبر واحدا من أضلاعها. إذا نضع رأس الزاوية على مركز الدائرة أو نصف الدائرة، أو إذا كنت تتعامل مع منقلة فعلية فتضعه على مركز المنقلة، ثم تضع ضلع واحد على طول علامة الصفر. سأعيد رسم هذه الزاوية هنا. إذا سأعيد رسم هذه الزاوية هنا على مركز هذه المنقلة، فيمكن أن نقول إذا كانت هذه Y فسوف تقع Z هنا، ثم الشعاع الآخر أي YX في هذه الحالة سيذهب في هذا الاتجاه هكذا، بالتالي مؤشره على المنقلة دعونا نرى يبدو أنه القسم 71 وهذا القسم 81، ربما هذا سأخمن إن هذا القسم 77، إنه يؤشر إلى هنا. فعندما نقيس زاوية فيمكننا أن نقول أن قياس XYZ، افترضوا أنني أرسمها هنا بشكل صحيح، يمكننا أن نقول أن قياس M الزاوية XYZ، ويمكن أن يقال أحيانا الزاوية XYZ يساوي، لكن هذا الأسلوب عام، قياس الزاوية XYZ يساوي 77. وما نقوم بفعله هو أننا نسمي كل قسم من هذه الأقسام الصغيرة بدرجة، إذن تساوي 77 درجة، وفي بعض الأوقات تكتب هكذا بنفس الطريقة التي تكتب بها درجة الحرارة. إذن يمكنك أن تكتب 77 درجة هكذا، أو يمكنك أن تكتب الكلمة. إذن كل واحد من هذه الأقسام عبارة عن درجات، ما يعني أننا نقيس بوحدة الدرجات، ووحدة الدرجات ليست الطريقة الوحيدة لقياس الزوايا. في الحقيقة أي شيء يقيس الاتساع، عندما تدرس علم المثلثات ستتعلم أنه يمكنك قياس الزوايا ليس فقط باستخدام الدرجات، لكن باستخدام شيء يدعى راديان أيضا، لكن سأترك هذا الأمر ليوم آخر. دعونا نقيس هذه الزاوية الأخرى BAC، ومرة أخرى سأضع A على المركز، ومن ثم سأضع AC على جهة الصفر درجة، على جهة الصفر درجة لنصف الدائرة هذه أو المنقلة، ثم أضع AB حسنا على فرض أنني أرسمها بالطريقة الصحيحة، بدلا من تحريك الزاوية يمكنك أن تحرك المنقلة إلى الزاوية، ستبدو هكذا، ويمكنك أن ترى أنها تؤشر إلى، دعوني أفترض إلى 30 درجة. إذن يمكنك أن تقول أن قياس الزاوية BAC يساوي 30 درجة. وبذلك يمكنك أن تنظر مباشرة من تقييم هذه الأعداد أن 77 درجة بكل وضوح أكبر من 30 درجة، وبهذا تعتبر زاوية أكبر، وهذا منطقي لأنها زاوية أكثر اتساعا، إنها زاوية أكثر اتساعا. وبشكل عام يوجد عدة زوايا مثيرة للاهتمام يمكنك أن تفكر بها،
إذا كان لديك زاوية قياسها 0 درجة فيكون لديك شكل شبيه بزاوية مغلقة، إنه بالفعل شعاع على تلك النقطة وتأخذ بالاتساع أكثر فأكثر، أو إذا كنت أكثر اتساعا فستحصل على نقطة حيث واحدة من الأشعة يكون مستقيما للأعلى والأسفل، بينما يكون الآخر من اليسار إلى اليمين. ويمكنك أن تتخيل زاوية تبدو هكذا، حيث يذهب شعاع ما بشكل مستقيم من الأعلى إلى الأسفل هكذا، والشعاع الآخر ينتقل بشكل مستقيم من اليمين إلى اليسار. أو يمكنك أن تتخيل شيئا شبيها بالزاوية التي تبدو هكذا، حيث أنه على الأقل الطريقة التي تنظر لها بها لا تبدو مستقيمة من الأعلى إلى الأسفل، أو لا تبدو مستقيمة من اليمين إلى اليسار، ولكن إذا أدرتها فستبدو هكذا، حيث أن واحدا سيتجه بشكل مستقيم من الأعلى إلى الأسفل والآخر بشكل مستقيم من اليمين إلى اليسار. ويمكنك أن ترى من خلال قياساتنا أنها تعطيكم زاوية قياسات 90 درجة، حيث أنها زاوية مثيرة للاهتمام، وهي تظهر لعدة مرات في الهندسة وعلم المثلثات، وهناك كلمة خاصة لزاوية 90 درجة تسمى زاوية قائمة. إذن هذه افترضوا أنه إذا أدرناها ستبدو هكذا، سنسميها زاوية قائمة. وهناك رمز يوضح أنها زاوية قائمة، حيث ترسم جزء صغير من صندوق هنا، وهو يوضح لنا أنه إذا أدرناها، إذا أدرنا هذه الزاوية للأعلى والأسفل بينما هذا يتجه لليمين واليسار، إذا كنت تديرها بالشكل المناسب أو العكس، ثم كلما اتسعت ستحصل على زاوية أكثر اتساعا إلى أن تحصل على زاوية ستحصل على زاوية تبدو هكذا. إذن يمكنك أن تتخيل زاوية بحيث يشكل شعاعي الزاوية خط. دعونا نفترض أن هذه النقطة X وهذه النقطة Y، هذه النقطة Z، يمكنك أن تسمي هذه الزاوية Z X Y، لكنها أكثر اتساعا حيث أنها تشكل خط هنا. هذه عبارة أو هذا عبارة عن خط، وما لدينا هنا هذه زاوية 180 درجة، أو يجب علينا أن نقول قياس الزاوية Z X Y هو 180 درجة، ويمكنك اتباع هذا الأسلوب. فإذا أردت أن تذهب حول الدائرة كلها ستحصل على 360 درجة. ثم تبقى مستمرا حولها، وستبدأ في رؤية الكثير من ذلك عندما تبدأ بدراسة علم المثلثات. الآن هناك شيء أخير أو شيئان أخيران أريد أن أوضحهما في هذا العرض، أن هناك كلمات خاصة، وسأتحدث عن أنواع الزاوية في العرض التالي. لكن إذا كانت زاوية أقل من 90 درجة، على سبيل المثال كل من هذه الزاويتان اللتان بدأنا العرض بها هي أقل من 90 درجة، نسميهم بالزوايا الحادة. فهذه هنا زاوية حادة، وتلك زاوية حادة، وهذه زاوية حادة هنا، جميعهم قياساتهم أقل من 90 درجة. كيف تبدو الزاوية غير الحادة؟ وهناك مسمى آخر للزاوية غير الحادة. حسنا، ستكون أكبر من 90 درجة. على سبيل المثال دعوني أفعل هذا بلون آخر لم أستخدمه. الزاوية تبدو هكذا، دعوني أرسمها بطريقة أفضل من ذلك. زاوية تبدو هكذا، وهذا ضلع للزاوية وواحدا من الأشعة، ثم سأضع الضلع الآخر على طول القاعدة هنا، إنها كما هو واضح أكبر من 90 درجة. إذا أردت تقريبها دعونا نرى 100 110 120 تقريبا 130. إذا دعونا نفترض أن قياسها 128 درجة، نسمي هذا النوع بالزاوية المنفرجة. وطريقة تذكر ذلك، فالزاوية الحادة صغيرة وجميلة، ففي كل من اللغتين اللاتينية أو اليونانية أو ربما كلاهما تعني الدبوس أو الحاد، وهذه طريقة لتذكرها. الزاوية الحادة تبدو أكثر حدة،
الزاوية المنفرجة يمكنك أن تتخيلها كشيء كبير هكذا أتذكرها هكذا، أو يمكنك أن تقول أنها ليست حادة، إنها ليست صغيرة، وهذه طريقة أخرى للتذكر. لكن هذه مصطلحات عامة لأنواع الزوايا المختلفة. أقل من 90 درجة تكون زاوية حادة، و90 درجة تكون زاوية قائمة، أما أكبر من 90 درجة فتكون زاوية منفرجة، وإذا وصلت إلى 180 درجة ستكون الزاوية خط، وهكذا انتهينا.